فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي زكاة مال، فإذا أردت أن أعطيها لشخص فهل يلزمني أن أخبره أنها زكاة؟ إذا كنت تعلم ويغلب على ظنك أنه ما يريد الزكاة، ما يريد الزكاة، بعض الناس متعفف جدا ولا يريد الزكاة، إذا كنت تعلم أنه يكره الزكاة فأخبره، أما إذا كنت لا تعلم وتشوفه محتاج ادفع إليه الزكاة والحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.